السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذ السنة الرابعة متوسط. إذن هذا تحضير لنستري الحرب صفحة 8. إذن هذه الفكرة العامة، إذن نعطي تلكم عدة أنواع من الفكرة العامة، تختار واحدة فقط. هذه الأفكار الأساسية، فيها ثلاثة أفكار أتمنى أن أكون قد وفيت، يعني عجبتكم هذه الأفكار. نروح الآن إلى القيمة التربوية. القيمة التربوية أيضا أعطيت لكم اثنين، اختاروا واحدة منهم فقط. وهذا تلخيص مضمون النص. إذا صور الخطاب حياتي شعبان الذي كان تاجرا بسيطا قبل الحرب العالمية الثانية، يعمل في متجره الصغير، ثم اغتنم فرصة تنشيط السوق السوداء لجمع ثروة هائلة، غيرت طباعه وأصبح متكبرا، فاجتمع حوله الطمعون في ثروته فأخذوا كل أمواله بما في ذلك زوجته، فعاد إلى الفقر من جديد. إذا هذه شرح المفردات الموجودة في الخطاب عن السوق السوداء، أن هذا المزاج جاه الرياش، كذلك هناك سيميكا تكدس، وهذه مفردات أخرى تجدونها كلها في الخطاب. أتمنى أن قد وفيت وأصبت وجبت لكم كل معظم المفردات الموجودة في الخطاب. إذن كل هذا الشرح للمفردات، أترككم في رعاية الله وحفظه، وأقول لكم سلام. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب.